وفي كلمة له خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن الشرطة تضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء لترسيخ دعائم الدولة ومواجهة أي محاولات للعبث بمقدراتها. وأشار وزير الداخلية إلى أهمية التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية، الشرطة والقوات المسلحة، في دفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق العبور نحو آفاق الجمهورية الجديدة. انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محورا رئيسيا في آليات أداء العمل الأمني، يعتمد على منهج علمي يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة، كما يجرى إعداد برامج ومناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية في مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وتنفيذا لتوجيهكم سيادة الرئيس بأهمية شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوي الهمم، لا سيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإزاء النفسي، فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وبالدورات التدريبية اعتبارا من العام الدراسي والتدريبي الحالي لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، وبما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع.